فنانة أمانة على هاي المنشور وقالت اللهم أني سلمتك أمري ووكلتك كل ما يهمني فكل لي خير وكيل يا رب العالمين اللهم دبر لي أمري فأنك أنت خير من يحسن التدبير وأيضا نشرت صور ومقاطع فيديو وهو ناس قالوا زواج الفنانة أمانة على وهذا اللي انتشر حقيقة وأكدت لنا المنشورات اللي نشرتهن الفنانة أمانة على يذكر أنه يمكن هي بعد سنتين من وفاه اختها علنا زواجها لكن لحد الان ما نعرف من هو زوجها بالاضافه الى انه امانه علا تعتبر واحد من الفنانات اللي صار لها هواي مختفي عن الساحه الفنيه شنو السبب هذا اللي ننتظر انه الفنانه امانه علا تجاوبنا عليه بالايام القادمه خصوصا انه هي امانه علا دائما ما تكون ترند سواء ببرامجها اللي برمضان او يعني مشاهد المسلسلات مالتها وما زلت مستمر بدعم القنوات الصغيرة وهذا الشيء يعني أسويه مناسبة دعمكم إلي وكلامكم المشجع والمحفز الشروط حتى تفوزوا يعني بالدعم هن الشرطين الأول تشترك بالقناة اللي خالك إياها بالتعليق المثبت وتكتب لهم من طرف المميز وبعدها تجيني على حسابي من الانستغرام اللي أيضا موجود المعرف بالتعليق المثبت وهناك راح أشرح لك كل التفاصيل شلون أسوي لك دعم وشلون أصعد قناتك وممكن تحقق ربح من هاي القناة وتصير مصدر رزقك إلك والعائلة Altec.